تسعة. طب معلم 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 هذا حكي هيك بصير القانون. لك شو اي قانون يا زلمه؟ مش عم بفهم شيء انا. لك هذا قانون فرزلي. شو فرزلي؟ لك قانون فرزلي، هذا قانون فرزلي. شو بك هذا؟ هو بده يمشي هذا. اه هذا قانون فرزلي هلا اسمه. ايه طبعا قانون فرزلي. شو بدي فرزله خيي؟ عم اقول لك فرزلي كل جماعه لحال. اه والله بتجيب هلا اللواي وبلش تفرز بفرز لك اياهم يعني. ايه فرزلي المسيحيه لحال، السنه لحال، الشيعه لحال، دروز لحال، فرزلي اياهم هيك. اه والله هلا هذا هو القانون هيك بفرزهم يعني. ايه فرزهم هلا لانه عندي خطوه تانية اقوى منها. والله شو بيجي بعد الفرزلي يعني؟ هلا بعدين بيجيني خطوه التقسيم. تقسيم؟ شو التقسيم؟ لخيي بالتقسيم يعني بفرز كل جماعه بحطهم بزاويه، كل جماعه بحطهم لحال. والله وعلى اي اساس بتقسمهم يعني؟ لا لا بقسمهم بطريقه نسبيه. اه كمان؟ ايه طبعا كل جماعه قديش نسبتهم بحطهم بالزاويه بحشرهم كلهم سوا. طب لك بما انه هلا نازل انت عم تفرز كل شيء وتفرز هيك يعني اخر شيء دخلك شعور الوطني، شو بنعمل فيه؟ لا لا ما مشكلة الشعور الوطني، انا خلص انا بفرزه. شو بتفرزه؟ بفرزه بحطه بالثلاجه بعدين الا ليجي وقت نستعمله.